أكبر وأهم خطوة تتخذها الإدارة الأمريكية على الإطلاق لمكافحة تغير المناخ من المقرر أن يعلن عنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين، وتتضمن خطة للطاقة النظيفة تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون من محطات الطاقة الكهربية التي تعمل بالفحم بنسبة 32% في 2030. وتزيد النسبة في هذه النسخة النهائية من خطة أوباما للتصدي لانبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار 9% عن الاقتراح السابق في 2005 ضمن مسعى أوباما لترسيخ تركته في مجال مكافحة التغير المناخي. وتؤذن الخطة بتحول هائل في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة، إذ تشجع انتقالا كبيرا صوب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة بدلا من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم. وذكرت جماعات في قطاع الكهرباء وبعض المشرعين في ولايات تعتمد على الفحم في إنتاج الطاقة أنهم سيعترضون على الخطة في المحاكم وسيسعون لإحباطها داخل الكونغرس، قائلين إن الإجراء سيرفع أسعار الطاقة. وستلتزم كل ولاية بتقديم خطة لوكالة حماية البيئة العام المقبل توضح فيها كيف ستنفذ هدف خفض الانبعاثات المحدد لها، فيما قال 5 من حكام الولايات المعارضين للخطة انهم لن يلتزموا بها. وأبدى البيت الأبيض تحديا وقال إن الكشف عن الخطة هو إشارة البدء لحملة شاملة بشأن المناخ يقودها الرئيس وإدارته. وستمثل الخطة خطوة جوهرية لمساهمة واشنطن في اتفاقية للأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ تعهدت فيها إدارة أوباما بأن تلعب دورا قياديا. محمد الجبالي، رويترز.